بعد سقوط الإمبراطورية الساسانية على يد المسلمين العرب تراجعت هذه الديانة، وبقي العدد القليل من المعابد الزرادشتية. لذلك كان علينا الذهاب إلى أحد المعابد التي تعد من أقدمها والتي تم إنشاؤها قبل 1400 عام. كاميرا مهمة خاصة تعد أول قناة عربية تستطيع الدخول إلى هذا المعبد الذي يقع في منطقة جبلية يصعب الوصول إليها بسبب موقعها الجغرافي التي تبعد قرابة 200 كيلومتر عن مدينة يزد، ويحظر على الكثير من وسائل الإعلام الدخول إليها. من الناحية التاريخية فيما يتعلق بمعبد الكاهن الأخضر، يعود التاريخ إلى قبل 1400 سنة عندما هجم العرب على إيران، وكان يزد جرد الثالث آخر ملوك إيران وقتها. هذا المكان المتوجهين إليه الآن هو المكان الذي هربت إليه نكبانو ابنة يزدجرد، وتجد نفسها محاصرة بالجبال. هنا تبدأ بالابتهال إلى الله وتختفي عن الأنظار. فيما يخص معبد الكاهن الجكجك أو ما يعرف بالكاهن الأخضر بين أتباع الزرادشتية، هو معبد محترم جدا بين الزرادشتية. يوجد العديد من المعابد المحترمة في يزد، وعند زيارة هذا المعبد تجدون موقعه في واد جبلي مغلق. فعندما تذهبون إلى ذلك المكان تجدون جبلا شامخا أمامكم حيث يغلق الطريق بالكامل.